ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق طنطا تبع محافظه الغربيه ومعاكم قناه المواشي اليوم 27/6/2022، وتعالوا نشوفوا المعلم حسام ابو حميدي دمنهور وتجار دمنهور اللي ماسينه منورين في محافظه الغربيه النهارده. الله اكبر على اللحم التقيل يا جماعه، اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. الله اكبر. الحاج محمد صباح الفل، انا جاي لك اهو. معلم حسام صباح الخير، مالس ومنور النهارده في الغربيه وفي طنطا. والله يبارك لك يا معلمي، الله يبارك لك يا معلمي، وانت مشرف نفسك في كل حته. الله يبارك لك. الاسعار اللحم ايه بسوق طنطا النهارده؟ لا الاسعار غاليه عند منور ياما خالص، غاليه ياما. انا سامع 71 و72 النهارده هنا. مفيش الكلام ده هنا يا عم، ده في 74 وفي الكلام 74 و75 كان بيضرب 70 جنيه و68 68 حصل. الله يبارك لك يا معلم حسام، بسم الله ما شاء الله. اللحم يا جماعه اتحرك وداخلين على العيد، كل عام وانتم بخير. المعلم حسام وابو حميده اللحم الثقيل يا جماعه بسم الله ما شاء الله، 800 كيلو يا جماعه. الله اكبر، الله اكبر على الماء. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. 800 كيلو العجل ده يا جماعه، اكبر عجل في سوق طنطا النهارده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هيشتري المال. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. 800 كيلو يا جماعه العجل. الله اكبر، اللهم صل على النبي. الله اكبر. علم محمد فتحي صباح الفل، منورين النهارده في سوق طنطا. والله صباح العسل. الاسعار عامله ايه في سوق طنطا النهارده؟ الله يبارك لك. يعني الكيلو ماشي كام النهارده؟ 65 67. اللهم صل على النبي. معلم محمد فتحي يا جماعه تجار اللحم الثقيل، والمعلم حسام ابو حميد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ودي فين يا عمده من كلمه؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر، اللهم صل على النبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على اللحم الثقيل يا جماعه في سوق طنطا. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. حاجه حلوه، حاجه نظيفه والله. يا حاج هو الراجل ما حلوش العربيه. لا يا هو كده، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. في حاجه غير الثلاثه دول يا معلم محمد؟ لا والله. الله يقويكم ويعينكم، بسم الله ما شاء الله. ده عامل كام العجل الكبير ب 800 كيلو؟ ايه؟ والله بيشرفوا ب 55. 55,000، واللي فريحه ده هو بيشرفوا ب 32. 32 ونص. 35 و800. 35 و800. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. 55,000 بسم الله ما شاء الله، و32 ونص. الله اكبر. وده كام يا استاذ؟ 5800. 5000 و35 و800. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على اللحم الثقيل يا جماعه النهارده. الله اكبر في سوق طنطا. اللهم صل عليك يا نبي، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. ادينا الرقم يا حاج محمد. 010 010 95 97 168 48. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك يا حاج محمد، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. اللحم الثقيل في سوق طنطا النهارده مع المعلم محمد فتحي والمعلم حسام ابو حميد دمنهور وتجار دمنهور اللي منورين في سوق طنطا النهارده. الله اكبر، اللهم صل على النبي على الماء. الله اكبر. 55,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله، 800 كيلو. الله اكبر. الله يبارك لك ويبارك يا معلم حسام ويصلح حالك يا رب وحال الجميع، اللهم امين. ادينا الرقم يا معلم حسام على مهلك. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. ولا اشو ملح ده يا جدعان، امشي والله العظيم. مش عايز انت تكسر بس كده، عدهم بس كده، امسك حقك يا صاد. ده مجنون. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انت شايف فعل الله. والله يا رب.
يا عم ماشي خدتها منك. ادعي لاخوك بقى عم عصام الله يرضى عليه. حاج حسام يا سلام الله يربحك وربنا لا تدعي والله لا تدعي الله وكيل لا تدعي لاخوك يا جدع. الله يسهل لك يا معلم. لا لا الا الله. هات ابني متكلم 1100 ساده. انت راجل محترم دخلت بس حلو. اسلم الله راجل محترم. انت جيت معايا انت جيت معايا قد في جزمتك ال 1100 ونروح هنا نقول اللي خلقك ربنا بيشتري في الكام ده. ايه انت انت بتحقق ما بتمشي لو حتى هنا في صدقه في صدقه غريبه هو بيأمنك. الله يبارك لك يا عم سعيد. هو بيأمنك يا معلم. 24 2 4 25 024 50 024 50 380 المعلم حسام ابو حميد الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. نهار ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم احنا جايين نتعرفوا بيك يا معلمي. اجوال حبيبي الله يسعدك. سعيد صقر يا معلم. سيد صقر. سعيد صقر. سعيد صقر منين يا حاج سعيد؟ جيبيني الكوم الله يبارك لك يا معلمي. ادينا رقمك طيب حد يعوز حاجه يتواصل معاك. 0 100 782 752 2529. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا معلمي. يعني شغال في اللحمه على طول التجيه. الله يبارك لك. طالما اتعلمت مع المعلم حسام ابو حميده ري 10 على 10 والله. الله يصلح حالكم. بص يا حاج الله اكبر احسن من اللحمه. بسم الله ما شاء الله الجل احسن من اللحمه. الله اكبر الله يبارك لك يا معلم. يبقى فرق السعر في الميزان بقى. الله اكبر بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله اكبر. اللي ياخد منك عده من 80 جنيه عرض ليه يبقى يدعي لك برضك فيه. اللهم صل على النبي. ينعد لي الله يبارك لي. تجار اللحم التقيل يا جماعه ربنا يبارك لهم ويبارك لصاحب النصيب اللي اشتري منهم. الله اكبر. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. برج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي وقول عليه افضل الصلاه والسلام. سمعونا الصلاه على النبي. الله اكبر. كل عام وانتم بخير وربنا يجعله عيد سعيد على الامه الاسلاميه جميعا وعلى العالم العربي جميعا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على اللحم التقيل النهارده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم. تجار ولا جنيه؟ تجار. متعاملين مع الحاج محمد فتحي؟ خدتوا منه ولا باعين له؟ معاه. الله يقويكم عينكم يا معلم. من طنطا من هنا؟ الله يبارك له. من شبين. من شبين. انستوا ونهارته في طنطا يا رجاله النهارده. الله يبارك لكم ويصلح حالكم ان شاء الله ويصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله على اللحم النهارده. ايوه معلم. صباح العسل يا معلمي. الله اكبر. صباح الفل. اللهم صل على النبي. صباح العسل يا معلمي. صباح الفل. تاجر ولا جناة؟ لا يا عم جناة. جناة. الله يقويك ويصلح حالك وكل عام وانت بخير يا غالي. عامل كام الدكر دي؟ عامل 22 ألف ونص. الله اكبر. لبان ولا كسر حاجه؟ لا كسر جوز. كسر جوز. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 22 ألف ونص. الله اكبر. عجل لبان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على اللحم النهارده في سوق طنطا. الله اكبر. اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك يا معلمي. اللحمه زي العسل. الله يبارك لك عشان منك والله. الله يبارك لك ويعينك ويقويك ويقوي الجميع يا جماعه. الله اكبر. 22 ألف ونص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللحم التقيل يا جماعه في سوق طنطا النهارده. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بس الكلام بعيد. هو فين يا عم ده؟ اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. متشكرين يا معلم. وصباحك ابيض. الله يصلح حالك يا رب وحال الجميع. اللهم امين. انت اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. صباح الخير يا معلمي. نورتنا ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك. صباح الفل يا معلمي. اسعار اللحم النهارده في طنطا غالي. كام الكيلو جاي من النهارده؟ 72 و73. 72 و73. الله يبارك لك. تاجر ولا جناح؟ تاجر. طب نتعرفوا باسمه؟ مجد الشحات. المعلم مجد الشحات قاعد فين يا عم مجد؟ في سبيل الرياض. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك لو حد عايز حاجه تواصل معاه؟ ما انت بتقول حول الله يا ربي. صباحكم ابدا معلمين ان شاء الله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويصلح حال الجميع يا رب. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. احسبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.